أهلا بكم في تواصل دوت كوم والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. ففي انعقاد جلسته الأولى شهد البرلمان حالة من الفوضى، منها ضرب عضو البرلمان محمود المشهداني والذي ترأس الجلسة كونه الأكبر سنا، وتم إخراجه خارج قبة البرلمان. هتافات الكتلة الصدرية داخل قبة البرلمان، حيث دخل أعضاء التيار الصدري داخل البرلمان وهم يرتدون الأكفان والزي العسكري، وقد كتبت عليها عبارة تشيد بميليشيا جيش المهدي، ما اعتبره مراقبون وعراقيون وناشطون بأنها بدايات توضح ملامح المرحلة القادمة لعمل البرلمان واستمرار للتشظي والانقسامات الطائفية وفقا لمنهج المحاصصة المهيمن على العملية السياسية في العراق منذ العام 2003. دعونا نشاهد بعض اللقطات من داخل البرلمان في جلسته الأولى التي عقدت يوم أمس، فلنتابع. تفاعل العراقيون مع وسم مهزلة مجلس النواب استنكارا لما جرى من فوضى داخل قبة البرلمان في جلسته الأولى. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم على تويتر. منهم من غرد وقال: كسعد الدليمي قال هذه هي حقيقة مجلس النواب اللي كم واحد خابصين بهم اللي راح يمثلون 40 مليون عراقي. أما علي نجاح فغرد وقال: وتستمر مهزلة العملية السياسية المنتجة لنظام البطش والقتل والفساد والخراب وأكثر المهازل ما يجري اليوم في مجلس النواب. سلام قال: مهزلة تحدث تحت قبة مجلس النواب، عرض أزياء، كل حزب يلبس نوعا من الملابس التي تمثله، هل هم ذاهبون يقول إلى حفلة تنكرية أم إلى عرض أم ماذا سيفعل عندما يكون نائبا؟ يتساءل العراق، يقول: أصبح لمن هب ودب، لم يعد العراق إلى عهده مع الأسف، نواب تاريخهم أسود، لم يكن لهم أي دور علمي ولا ثقافي في مسيرة حياتهم. أسامة قال: مهزلة اليوم تعطينا لمحة بسيطة عن المستقبل المظلم الذي ينتظرنا، إذا كانت المؤسسة التشريعية تدار بهذه الفوضى فكيف بباقي المؤسسات إن استطعنا أن نسميها مؤسسات، يقول أسامة. نذهب إلى ملف آخر وفي العراق أيضا. تداول العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا سجلته إحدى كاميرات المراقبة يبين اعتداء آمر فوج تابع لشرطة الطوارئ يدعى أحمد عبد الله حبيب المحياوي على صاحب مقهى في منطقة العلاوي ببغداد بسبب رفضه لدفع الإتاوة بحسب ما قاله عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذا المقطع الذي صورته إحدى كاميرات المراقبة. تفاعل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي ومنها منصة فيسبوك حول هذا المقطع وعبروا عن غضبهم واستهجانهم، ومنهم من علق وقال: كعادل الربيعي قال يجب إعادة النظر في جهاز الشرطة كثيرا،
يقول كثيرة التجاوزات على المواطنين. أما فلاح فقال هم عصابات على العالم الفقرة لو يأخذ منا خاوة لو يستعمل هذا الأسلوب الوحشي. أما عمر فقال حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شخص يستغل منصبه في أذية مواطن أعزل، إيش وقت نشوف تطبيق للقانون بصورة عادلة. سعد حامد قال وين قائد شرطة بغداد يتساءل، وين وزير الداخلية، خلي يشوفون هاي مو بس بالعلاوي بكل مناطق بغداد وخاصة الأطراف شرطة الطوارئ بنص المناطق ما صايرة بالتاريخ. مهزلة قائد الشرطة يقول نايم قاعد. هذا بلا ملف آخر وفي العراق أيضا، ونتجه إلى البصرة حيث خرجت تظاهرات حاشدة أمام دائرة صحة البصرة لأصحاب 30,000 درجة وظيفية يطالبون بالعقود الوزارية والمستحقات المالية. قاموا بإغلاق مبنى دائرة الصحة ولوحوا بالتصعيد ما لم تستجب الجهات الحكومية لمطالبهم. فلنتابع. نبقى مع المطالبة بالحقوق من قبل الخريجين ونذهب إلى محافظة التأميم. أصيب عدد من خريجي كليات الهندسة الذين تظاهروا أمام مقر شركة نفط الشمال بمحافظة التأميم للمطالبة بتوظيفهم، وذلك بعد اعتداء القوات الأمنية عليهم. وانطلقت هذه التظاهرات لخريجي كليات الهندسة من أمام بوابات شركة نفط الشمال، حيث قامت القوات الحكومية باستخدام خراطيم المياه لتفريقهم وإبعادهم عن بوابة الشركة في كركوك. دعونا نتابع هذه الصورة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. يلا حمزة ماي ماي مو مشي 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 وقف وقف. العراقيون عبروا عن غضبهم واستهجانهم من استخدام هذا العنف ضد خريجي كليات الهندسة في كركوك. عمر قال نحن متدربي شركة نفط الشمال قررنا فتح اعتصام مستمر إلى حين أخذ حقوقنا المسلوبة بالكامل والتعيين مطلبنا ولن نتراجع عنها. أما أم رقية فقالت حسبي الله ونعم الوكيل، هاي حال اللي طالب بحقه، تقول الله ينتقم من عدهم. أما البياتي فقالت شنو ذنب الحرة هيك تتبلل، هذا أسلوبكم يا أخواتكم العراقيات تتساءل. إجوان قالت ليش وقت راح ينهان المهندسين، ليش وقت تسلب حقوقنا، أبسط حق من حقوقنا، ماكو تعيين، ماكو تلقى أبو معهد نفط ومعهد طبي أحسن من عندنا، ليش وقت هالتسويف وهالوسطات. إلى ملف آخر وفي العراق أيضا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ونذهب إلى الخدمات في محافظة البصرة حيث انتشر مقطع على منصات التواصل الاجتماعي يظهر واقع حال منطقة الخليلية في محافظة البصرة. يعاني سكانها من طفح المياه الآسنة والمستنقعات والحفريات في المنطقة على الرغم من المناشدات المتكررة للجهات المعنية دون استجابة لهم. دعونا نتابع هذا المقطع. هذا ما اشوفه نقول احنا صرنا نقرا وفرعنا انصى فرع باع الماي الشلال، شلون ينزل بالفرع؟ الافرع كلها على بعضها، هذا الفرع مال المنطقه ما اشوفه بعد، يعني هسه اصبر لها اقل من ساعه شوف شو الفريضان راح يصير. هذا بوري ما اعرف وين طاق، انا هذا كنت احكي قلت انا من هذا بوري طيب راح تفيض المنطقه، هذا ما يشيل لازم
على المناطق كلها أعلى من عندنا. نبقى في محافظة البصرة وإلى قضاء الزبير، حيث روى بعض أهالي قضاء الزبير حادثة وفاة طفل بعد سقوطه في المجاري بسبب وجود الكثير من المشاريع المتلكية التابعة للبلدية هناك وبسبب غياب الخدمات. دعونا نتابع ما قاله أهالي الزبير. هاي مجارينا إحنا، هاي من وراثنا بلاي غطى بخت من يعني راح، يعني إحنا ليش متعودين يعني دائما على السكوت؟ يعني إحنا 2022 أمس خمس شباب راحوا من عندنا بانفجار، خمس شباب راحوا عندنا بانفجار من عندهم شيخ معمم، واليوم هذا الطفل وما نعرف باكر منه وعقبه منه. شنو 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 سوينا إحنا يعني؟ يعني إحنا الزبير هذا الزبير 10 أمتار ما بيه تبريد عدل، 10 أمتار. هاي إحنا هاي حالتنا، هاي حالتنا من السقوط هذا اليوم. أكثر من نغطيهم كل يجيب الدرايفر قسمة ثانية ومسوي الفك. يعني شنو ذنبه يطلع من الحلاق هذا الحلاق؟ زين عمره 11 سنة. 11 سنة يروح عندهم مولد مسويه، يطيح في البلوعة ويموت؟ من يتحمل هذا؟ من يتحمل؟ يعني احنا الى مثل وبعد سولفنا اخواني هاي كلهم هاي المنطقه. شهاده مؤلمه من البصره. دعونا نتابع ما قاله العراقيون حول غياب الخدمات في البصره. فائز الخيون قال: هاي لو بدوله محترمه تسقط البلديه والحكومه المحليه كلها، اما جنان فقالت هاي تبعات الخدمه البلديه الغائبه في جميع انحاء العراق. أبو محمود قال: الله أكبر، شنو ذنبه؟ وين المسؤولين؟ المحافظ وين؟ ليش هذا الفقير مسحوق؟ وين تروحون من الله؟ أما أحمد فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل على الحكومة الفاشلة، هي سوت شيء وكملت. لا والله كل بوق، حسبنا الله ونعم الوكيل. نذهب إلى أنفوغرافيك. الموصل مدينة اختلط ترابها بأشلاء ساكنيها. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية على موضوع عدم انتشال جثث القتلى على الرغم من مرور نحو 5 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية هناك، فلنتابع. أهلا بكم من جديد.
انتشر وسم الحلبوسي مرفوض على تويتر في العراق، وذلك بعد فوزه برئاسة البرلمان للدورة الثانية، حيث رفض عراقيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تصريحات الحلبوسي ومحاولته ركوب موجة تشرين من خلال تصريحه ما نحن إلا نتاج تضحية شهداء ثورة تشرين، الأمر الذي رفضه المتظاهرون والناشطون العراقيون رفضا قاطعا، ورفضوا كل من يحاول سرقة جهود الثورة ضد العملية السياسية والادعاء بتمثيلها. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت وسم الحلبوسي مرفوض. رغد غررت وقالت: ما أعتقد خاطرت بحياتي ونزلت للتحرير ثورة تشرين على مود أشوف الحلبوسي بولاية ثانية لأربع سنين من حياتي مقدما متعجبة. تقول نورة: محمد الحلبوسي مرفوض، وكل من قتلنا أو كان شاهدا على قتلنا مرفوض. أما علي فيقول: خسئت أنت وكل من معك ومن يحاول أن يركب موجة ثورتنا العظيمة. يقول: بالأمس كنت شاهدا على قتلنا وشاهدا على القناص الذي فتك برؤوس الشباب في ثورة تشرين العظيمة. كرار يقول: شنو الجديد؟ من جانبكم الصوتون، ومن جانبنا نقول الحلبوسي مرفوض وباطل. نذهب إلى القصص المنوعة. للمرة الثانية على التوالي اليوتيوبر الكويتي أبو فلة يطلق حملة تبرعات بعنوان أجمل شتاء في العالم لجمع 10 ملايين دولار لصالح 100,000 أسرة تقاسي برد الشتاء في مخيمات النزوح. البقية مع تقرير لقناة الجزيرة فنتابع. حملة أجمل شتاء في العالم لتوفير الدفء اللازم من البرد لأكثر من 100,000 عائلة عربية وإفريقية. عزيز وعزيز المشاهد ان عندك اسئله كثيره في بالك. شنو 10 مليون يجمعها يا ابو فله؟ هل انت صاحي؟ المبلغ جدا كبير. أسبوع، يومين، أسبوع ونص، أسبوعين، ثلاثة، أنا ما أدري صراحة. أنا ما أدري. الطفلة السورية لما سألوها ما هي أمنيتك قالت أتمنى الخير. حملة مباركة إن شاء الله وهادفة وإنسانية. يتم اكتشاف عملات البيتكوين بدلا من طباعتها، فماذا يعني تعدين البيتكوين؟ البقية مع تقرير لقناة CNBC عربية فنتابع.
نذهب إلى قصة أخرى. زيادة في الطول وهشاشة بالعظام وضعف عضلات الجسم وتأثيرات على البصر والصحة العامة. دعونا نتعرف على التغييرات التي تحدث في أجسام رواد الفضاء أثناء مهامهم خارج كوكب الأرض، مع تقرير لشبكة إجبلاس عربي، فلنتابع. مع رواد الفضاء نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.